أهلا ومرحبا بك عزيزي المشاهد، وحلقة جديدة من برنامج في الارتفاع فقط من بحر الجليل بحيرة طبرية. أحب أرحب بك في هذه الحلقة وأثق أنها تكون سبب بركة لحياتك. النهاردة بنقرأ مع بعض من سفر صموئيل الأول والإصحاح الأول عدد 20. وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. وصعد الرجل القانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره، ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها: متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. فقال لها القانا رجلها: اعملي ما يحسن في عينيك، امكثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته. القصة هنا بتحكي عن حنة اللي كان ما بتجيبش أطفال، لكن بصلاة الإيمان الرب استجاب لها واداها صموئيل. وبنشوف إزاي في المقطع اللي قريناه إنه العائلة دي كانت متعودة دايماً زي بقية شعب الله إنه كان في مواسم دايماً يصعدوا في الأعياد من كل الأماكن إلى أورشليم ليعيدوا للرب، وكانوا دايماً هم متعودين لأنهم عيلة مخلصة وعابدة للرب، كانوا دايماً متعودين كل سنة يصعدوا عشان يذبحوا للرب. لكن في هذه السنة لما حنة جابت صموئيل إيه اللي حصل؟ يقول الكتاب إنها قالت لجوزها: لا أنا مش هصعد السنة دي علشان أذبح للرب زي كل سنة، أنا هقعد هنا علشان أرضع الطفل ولغاية الوقت اللي حفطمه، وساعتها أبقى أطلع وأروح أذبح للرب. هنا عزيزي المشاهد بنشوف القصة دي معنى مهم جدا وحكمة محتاجين إننا نتعلمها كمؤمنين. هنا بنشوف حنة للظاهر للوهلة الأولى كده تحكم كده إن دي بعد لما جابت الطفل إن خلاص كأنه حصل في حياتها فتور روحي. زمان قبل ما تجيب الطفل كانت كل سنة عندها انتظام ومواظبة على حضور الاجتماعات، على العبادة، على الأعياد، على كل شيء. لكن أول لما جابت صموئيل بتقول: لا يا ألقانة أنا مش هقدر أصعد السنة دي، روح أنت بقى وفنونا وبقيت عيالك التانيين وأنا هقعد هنا مع صموئيل. للوهلة الأولى نشوف كده إن حنة خلاص كأنها فطرت ومش ما عندهاش كده الغيرة ومش عايزة تروح تعيد. عزيزي المشاهد، هنا حنة ما كانش الدافع بتاعها إنها مش عايزة تصعد للرب، لا دي بالعكس، دي عدم صعودها للمكان العبادة ده مش عشان إنها بتبعد عن الرب، ده بالعكس الدافع اللي كان ورا كده إنها بتهيئ ابنها عشان دي هتعمل عمل قليل من الناس اللي هيعملوه، إنها هتكرس ابنها وهو طفل صغير للرب. عزيزي المشاهد، في القصة دي معنى مهم جدا إن ممكن يبقى منظري قدام الناس أو ممكن يبقى الشخص أخ أخت قدام الناس شكلهم كده إنهم ما بقوش يواظبوا على الاجتماعات زي الأول أو ما بقوش عندهم الحرارة الروحية، ممكن نحكم كده بالظاهر، لكن ممكن يبقى الدافع ورا كده إنهم بيعملوا شيء عظيم جدا للرب وبيمروا بمرحلة خاصة، زمن خاص في حياتهم الرب بيتعامل أو الرب بيقودهم لشيء خاص فريد. وعشان كده خطر إنك تحكم على الناس للوهلة الأولى. ده مش معناه إن كل الناس اللي بتغيب وراءها أهداف عظيمة، لكن خلي بالك إنك ما تحكمش على الناس، لأنه ممكن يكون في وقت من الأوقات العيان بيقول كده إن شكلي إن أنا ما بقتش منتظم، ما بقتش في الخدمة زي الأول، يمكن اعتذرت عن خدمة كنت بقوم بيها قدام الناس كده، الناس تفتكر كده ده الشخص ده باين عليه كده بيرجع للعالم، بيسيب الخدمة عشان خلاص ما بقاش قلبه مشتعل، ما بقاش يحب الرب زي الأول. حنة كانت جواها
محبة غير عادية، لكن دلوقتي لا. لكن ممكن يبقى الدافع شيء آخر، وده يقودني لنقطة مهمة جدا أنا محتاج إن أنا أفهمها. إن أنا محتاج إن أنا مش أول لما أشوف ناس بتغيب كده إن أنا أقول إن الدافع ده وراه أمور كده برودة روحية، فتور، رجوع للعالم. لا، ساعات إنه يكون أدي فرصة احتمال إنه ممكن يكون الرب بيقود الشخص أو بيعمل في حياته شيء بيقلبه من إناء لإناء، من زمن إلى زمن. يعني الزمن اللي بتمر فيه حنة في الوقت ده مختلف، ده زمن لازم تركز وترضع ابنها لغاية لما تفطمه، عشان بتعد رجل عظيم للملكوت، صموئيل النبي. فده وقت كده شكلها مش بتعمل الأمور المعتادة اللي تعودت عليها في حياتها الروحية. وانت عزيزي المشاهد خليك مرن في ايدين الرب، ان ممكن يبقى في اوقات الرب بيقودك لزمن مختلف، شكله مختلف عن اي وقت مضى. لكن احذر في نفس الوقت، مش معنى كده انه تطلع بتقليعة مثلا او بفكرة انه اي حاجة اصل الرب قايدني، وتسيب الاجتماعات وتسيب الخدمة وتسيب التزاماتك الروحية وتقول اصل اصل اصل. لا، ده لعمل عظيم جدا. وده عشان كده بنفهم درس مهم جدا، ان انا محتاج ان انا اميز بين التعود الروحي في امور الرب اللي محتاجني اتعود فيها والتزم بيها ويبقى عندي تلمذه وتربيه وتهذيب ديسيبلين، وبين امور كده انا محتاج ان انا اعرف انه ممكن يبقى فيه التعود اللي ياخدني لحاجات كده مش بحسب فكر الله. عزيزي المشاهد، في تعود مفيد وفي تعود مضر. يعني انك انت مثلا تاخد خلوتك كل يوم، ده في تعود، والرب عايزك انك تتعود هذا الامر. انك انت تكون في حياتك في مجال للخدمه، ده لازم يبقى في تعود. انك غير تارك اجتماعك كما لقوم عاده، ده مهم جدا انك انت لا تترك اجتماعك لسبب بنيان. ومهم قوي ان التعود الروحي دوت تحمي نفسك فيه من انه يدخله التقصيه والروتينيه. ودايما في الامور اللي الرب عايزك تتعود عليها ويبقى نظام في حياتك، تفضل دايما محافظ على ان في حياه في هذه الامور، في حياه في خلوتك، في حياه في خدمتك، في حياه على حضورك اجتماع اللي فيه العباده والصلاه. دائما تحفظ نفسك في التعود، بس التعود المفيد. وفي حاجات في حياتك محتاج انك انت تبعد عن اي تعود كده ممكن يكون مضر. لكن اقرا معاك نقطه تانية كمان اللي نلاحظه في القصه دي، رد فعل القانا. القانا كان عنده رد فعل جميل جدا، انه كان متفهم اللي بيحصل في حياه زوجته في هذا الزمن، كان فاهم الازمنه. يعني ما جاش قال لها كده ايه يا حنة، لا ما تكسليش، لا لما ترجعي ترضعيه وتفطميه، او لا ما فيش حاجه تمنعك، اطلعي معانا واعبدي وبرضه تقدري ترضعيه وتفطميه، بس لازم انك تحضري معانا الاجتماع، لازم تحضري معانا العيد، لازم تحضري معانا واحنا بنقدم الذبيحه. كان ممكن في الوقت ده القانا يكون سبب حمل، لانه مش فاهم الرب بيعمل ايه في حياه مراته في الوقت ده. عزيزي المشاهد، صلي معايا ان الرب يعطيك فهم، انك مش بس تفهم الازمنه اللي انت بتمر بيها، لكن كمان الناس اللي في حياتك، اللي في دوائر حياتك، انت محتاج تفهم بيمروا بايه في الوقت ده. لازم تبقى حاسس باللي بيمر بيه الناس اللي معاك في البيت، سواء بأمور روحية، زمن جديد الرب بيعمل حاجة جديدة روحية، أو حتى تفهم لو زوجتك بتمر بضيقة خاصة في هذا الوقت. لازم تحس بأولادك لو بيمروا بضغطة كده، بحاجة زي اكتئاب أو بتعب مثلا، بيمروا بضغوط عليهم في المدرسة بسبب مدرس، بسبب احتكاكات مع أولاد معاهم. صلي دايما، لأنه لما أنت تصلي والرب يديك فهم وتحس بالأزمنة وتحس بالأوقات اللي بيمر بيها الناس اللي معاك في البيت، انت مش هتشوفهم انه امبارح زي النهاردة زي بكرة، لا،
انت عندك مرونة وتقدر النهاردة تتكلمهم، تتجاوب معاهم، تخاطبهم بالطريقة اللي تناسبهم في الوقت ده، فما تكونش سبب حمل زيادة عليهم. صلي معايا يا عزيزي المشاهد، ده شيء خطير ومهم جدا. قول له يا رب اديني ان انا احس بمراتي في الوقت اللي يمكن هذا الوقت في الشهر كده بتمر بظروف خاصة، فممكن عندها ضغوط اللي بتمر بيها، الأتعاب، الضيقة اللي بتمر بيها ده مخليها متوترة، مخليها أعصابها كده مش مظبوطة. هل أنت تطالبها بنفس الأمور، تقول لها أنت بتجاوبيني بحدة، أنت ليه متعصبة أو كده، ولا تمتصها تبقى فاهم ونفهم لما بيتغيروا من زمن لزمن، من ظروف لظروف، في وقت كده هم فرحانين ومرتاحين، في وقت فيه ضيقة، في وقت فيه ضغطة في الشغل، أياً كانت، قول له يا رب اديني فهم. خلينا نصلي مع بعض كده قبل ما نختم هذه الفقرة. يا رب اديني الحكمة، يا رب لكل ناس أنت وضعتهم في حياتي، سواء في بيتي، سواء معايا في الخدمة، سواء معايا في الشغل، الناس القريبين مني يا رب أنا بطلب حكمة خاصة إنك تديني بالروح القدس استنارة وفهم وروح النبوة يملى حياتي، علشان أفهم الأزمنة بتاعتهم، عشان أتجاوب معهم يا رب، وما جاوبش الجواب اللي هو المغلق والأصم كده كأنه في بوكس كده، وبدل ما ألقانا يجاوب كده ويقول لها لا لازم تصعدي معايا، عارف يجاوبها ازاي بحكمة. اديني يا رب الحكمة اللي اديتها لألقانا في هذا الموقف باسم الرب يسوع، أمين أمين. هنتابع مع حضراتكم تأملاتنا بعد فاصل قصير مع هذه الترنيمة، ابقوا معنا. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، سمعوا صوت سبحه، نتقدم أمامه بهتاف وحمد، فهو ملئ الظلم. غنوا ورنموا، افرحوا هللوا، واخبروا بعجائبه، فهو إلهنا ونبع فرحنا، سبحوه برباب وعود. غنوا ورنموا، افرحوا هللوا، واخبروا بعجائبه، فهو إلهنا ونبع الفرح، سبحوه برباب وعود. فهو ملذ، غنوا ورنموا، هو ملذ التسبيح لملك الملوك رب الأرباب، نخبر بعجائبك يا رب صباحا ومساء، هاليلويا، فرحنا سبحوه برباب وعود، غنوا ورنموا، افرحوا هللوا، واخبروا بعجائبك، فرحنا سبحوه برباب وعود. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا هفرح بيك علشان أنت بتحميني، يلا معي يلا نفرح بالرب، علشان أنت بتكفيني، أنا هفرح بيك كمان مرة، أنا هفرح بيك، أنا هفرح بيك علشان أنت علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هفرح بيك علشان انت بتحميني، مش مستني يا ربي موعد رح يفرحني، او مستني كلام
علشان تشفي وترفعني. مش مستني يا ربي هللويا. هذا قراري أن أفرح، أن أفرح، أن أسبح بكل القلب بغض النظر عن الظروف والمواقف. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. هللويا هللويا. مش رح أنزل عيني من على شخصك وجمالك، وأتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك. وإياك يتجدد عهدي، تغمرني بنهر سلامك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني هاليلويا دائما اليك يا سيد. ارفع يدك في هذا الوقت هاليلويا. انه وياك تجدد عهدي يا سيد، تغمرني بنهر من السلام وتفيض بشهادة المجد جلالك. قولها معي. انا هفرح علشان انت بتكفيني، انا هفرح علشان انت نكمل من حديثنا مع بعض من بحر الجليل بحيرة طبرية، واحنا بنتأمل مع بعض في قصة حنة أم صموئيل لما الرب اداها ابن سؤل قلبها وجابت ابن. يقول الكتاب في عدد 24: ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر، وأتت به إلى الرب في شيلوه والصبي صغير. وجاءوا بالصبي إلى عالي وقالت: أسألك يا سيدي، حي هي نفسك؟ أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرت للرب جميع أيام حياته هو عارية للرب وسجد هناك للرب. بنشوف هنا حنة بتشهد أمام عالي الكاهن إنه السؤال اللي أنا سألته من الرب، الرب استجاب. طلبت من الرب ابن، طلبت من الرب معجزة، والرب اداني ابن، اداني معجزة. أنا كنت عاقر والرب فتح واداني ابن اسمه صموئيل. وبنشوف هنا إنه صموئيل جاي تقدمه للرب. طلبت حنة المعجزة في حياتها علشان تديه للرب، وده درس في غاية الأهمية. بنتعلم من حنة دروس عظيمة جدا، إنها لما طلبت المعجزة دي في حياتها ما كانتش عشان تشبع بصموئيل يقعد جنبها تمسك فيه وتبوسه وتحضنه وعلشان يبقى عندها ابن هي تعيش معاه. كلا، دي طلبت المعجزة، ولما جات المعجزة ماذا صنعت؟ إدت صموئيل للرب. يعني الدرس اللي بشوفه هنا عزيزي المشاهد إنه حنة طلبت المعجزة لمجد الله، صموئيل صار لمجد الله مش لأمورها الشخصية، مش مجرد أم عايزة تشبع احتياجها الخاص، احتياج إنها تبقى أم وتربي وتكبر ابنها وتعلمه وتجوزه. لا، حتى لما طلبت كده ابن طلبته عشان تديه للرب. عزيزي المشاهد، هل ده اتجاه جواك؟ هل ده الدافع اللي جواك لما بتطلب معجزة من الرب؟ لما بتطلب إن الرب يشفيك، هل الدافع الأساسي قبل أي شيء؟ نعم، أنت محتاج إنك ترتاح، ونعم حنة محتاجة إنها تتشال مزلتها، لكن الدافع واللي جواها اللي بيسوقها وبيزقها كده إنها عايزة إنه ده يكون لمجد الله، أعطيته للرب لمجد الله. هل ده اللي جواك إن لما الرب يشفيك هدفك الأول قبل كل شيء إنه عشان يكون إن الرب يتمجد وكثيرين يشوفوا المعجزة ويقربوا من الرب ويسبحوا الرب ويرتفع إيمانهم بالرب أكتر؟ أم أنت من الناس اللي كل انحصارك إنك بتطلب من الرب، بتطلب من الرب إنه يفتح لك باب للشغل عشان بس تشتغل وتلاقي عيش تاكل، بتطلب من الرب إنه الضغط اللي عندك ده الرب يشفيه،
علشان انت تحس صحتك كويسة. بتطلب من الرب كده ان الرب ينجح ولادك علشان تبقى حاسس كده ان ولادك كل حاجة سليمة وانت بتقدر تفتخر بيهم قدام الاخرين. ايه الدافع ورا المعجزة؟ ايه الدافع الاساسي؟ هل الدافع حب للرب ولا الدافع امور شخصية؟ وخلي بالك انه فيه هنا بيحصل خداع، انه ممكن يبقى الاثنين مع بعض، يعني وماله ده مع ده. لا، قصة حنة الخطوة والقرار اللي أخدته بيقول إنه اللي كان جواها أول شيء لمجد الله، دي جابته وحطته، يعني تنازلت عنه، يعني ما تمتعتش بيه، لم تتمتع حنة بابنها كأم مع ابنها، تشوفه بيكبر وتربيه وحواليها وبيلعب قدامها وكده. لا، ده أول لما فطمته في سن صغير جداً حطته قدام الرب كده وقالت له يا رب ده بتاعك. شيء عجيب جداً إنه هدفها مجد الله. عايز أقرأ معاك في رسالة يعقوب كده حاجة عن الصلاة. ليه إحنا كتير لما بنصلي من أجل معجزات ما بنشوفش معجزات؟ لأنه مش جوانا الهدف زي حنة. دوافعنا ورا المعجزة، ورا إن الرب يستجيب لشيء في حياتنا، في أمور مش نقية. وناس كتيرة بتبني علاقتها مع الرب كده علاقة منفعية، كل علاقتي مع الرب وتتحول سؤالي وطلبتي وعايز أتعلم الصلاة وعايز أبني إيماني وعايز أتمسك بالوعود وعايز أسيسي يصلي لي أو خادم يرفعني في الصلاة، كل الموضوع إن أنا عايز أخد من الرب، عايز أتمتع بعلاقة فيها منفعة، عايز أخد 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 من الرب. هذا ليست علاقة الحب إطلاقاً. العلاقة اللي وراها الحب علاقة مبنية على العطاء قبل الأخذ، مخبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. أقرأ معاك رسالة يعقوب كده في الإصحاح الرابع وعدد ثلاثة. يعقوب بيقول كده: تطلبون ولستم تأخذون. أنت بتصلي وما بتشوفش استجابة، ليه؟ لأنكم تطلبون ردياً لكي تنفقوا في لذاتكم، لأن طلبتكم محصورة في الذات، محصورة إنها تصب عليك أنت، كأنك أنت مركز حياتك. دي حياة روحية مبنية غلط. أنت النهاردة محتاج إنك تعيد ترتيب حياتك الروحية بطريقة سليمة، ولازم تعرف أنت لما بتصلي، بالرغم إنك بتصلي وبتطلب وعود صح الرب قال عليها، بتطلب الشفاء والرب وعد بالشفاء، بتطلب بركة مادية والرب قال كده إنه هيسدد كل احتياجك، بتطلب من أجل إن الرب يجي كده ويلمس زواجك، بس الدوافع وراها إيه؟ وراها أنت أنت أنت. لما تكون الحياة الروحية مركزها أنت، ماذا يحدث؟ الاستجابات، استجابات السماء، الصلوات، بيبقى فيه دايماً كده في مشكلة إنك تشوف استجابات ومعجزات تحصل في حياتك. لأن هو بيقول هنا إنكم بتطلبون ولا تأخذون، لأنكم تطلبون رديًا لكي تنفقوا في لذاتكم. أنت بتطلب علشان تنفق، أنت محصور كل هدفك وراء إن المعجزة دي تتم عشان أنت ترتاح، عشان أنت 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 أنت. ما ينفعش تكون مركز الحياة الروحية، لازم نعيد ترتيب الحياة الروحية بطريقة سليمة. الأساس يتبنى صح عشان بعد كده الصلاة لما تصليها تلاقي ليها نتائج. لازم صلواتك وطلباتك تكون هدفها مجد الرب. عايز تشوف مجد الرب، عايز ان الاستجابات تتم في حياتك وتشوف ان الرب بيعمل معجزات، سواء شفاء، سواء تحرير، سواء تسديد احتياجات، سواء خلاص، سواء حماية، ان الرب بيحمي اولادك، سواء الرب بيمد ايديه كده وبيحل مشكلة بينك وبين شخص، مش مجرد عشان ترتاح. هذه الامور ستزاد لكم، لكن اطلب اولا ملكوت الله وبره. لكن بشوف نقطة تانية في هذه المرأة العظيمة، إنها كانت أم، وعارف يعني إيه أم تجيب أول طفل؟ أول طفل يعني ده البكر بتاعها، وفي سن صغير أول لما فطم، أول لما خلاص بطل يرضع، راحت ادته عارية، ادته لعالي الكاهن، سابته في مكان العبادة. شيء غريب عجيب. إزاي تشوف هذه المرأة إنها انتصرت على الإحساس القوي للأمومة؟ قلبها كان قوي
انها بتدي طفل، حتى مش طفل مثلا ابتدى يمشي ويجري، لا ده يا دوبك بطل رضاعه، بطل رضاعه. واول لما فطمته سابته وهي مش عارفه اساسا الناس اللي هتمسكه ده هتهتم بيه. عندها احساس غريب بحب الرب، انها كانها بتقول ان الرب اولا في حياتها، الرب اولا قبل الامومه، قبل ابني، قبل ابني البكر، اديته قبل كل شيء من اجل الرب. عزيزي المشاهد، هل عندك استعداد النهارده كده انك تيجي تعمل زي حنة، اغلى ما عندك وتنتصر على حتى المشاعر البشريه الطبيعيه الطبيعيه؟ ومش غلط يعني، دي مش مشاعر مثلا انها عندها مشاعر غلط تجاه الجنس الاخر ولا مشاعر فيها خطيه، لا دي مشاعر طبيعيه صادقه حقيقيه الرب خلقها فيها. لكن بالرغم من انها مشاعر طبيعيه الرب خلقها فيها، لكن حتى ده انتصرت عليه، لانها قالت كده محبه الرب ليا ومحبتي للرب اعظم من اي مشاعر امومه طبيعيه، وانا بدي صموئيل للرب. حنة كانت عظيمه، ادت صموئيل للرب، منتصر على مشاعر الامومه. ومش بس انتصرت على مشاعر الامومه، لكن بنشوفها كمان ان كان عندها ايمان، كان عندها ايمان انه بالرغم ان صموئيل هيتربى بدون ام، صموئيل بالرغم انه مش هيتربى في وسط عيلته، الرب هيهتم بيه، هيسدد كل احتياجاته، مش هيتعرض لخطر، هيشبع احتياجات الامومه والابوه، بالرغم انه هيطلع في وسط ناس ما يعرفهاش، ما عرفش هيهتموا بيه ازاي، لكن كان عندها ايمان ان الرب هيهتم بيه. ايمان عظيم لام عظيمه. هل النهارده تيجي ويبقى عندك الام الايمان دوت؟ هل تيجي النهارده كده ويبقى عندك هذه المحبه الغير عاديه المنتصره على اي منطق طبيعي ومشاعر طبيعيه؟ تعال النهارده قول له يا رب المس حياتي لكي اكون في الارتفاع، لكي تكون محبتي عظيمه جدا ليك. في نهايه البرنامج احب اشكركم على حسن متابعتكم، الى اللقاء في الحلقه القادمه من برنامج في الارتفاع فقط. الرب معكم.